اليوم راح نشرح لكم الفصل السادس اللي هو الكيمياء الأبوية. بالبداية أول ما ندخل الفصل لازم نتعرف على الكيمياء الأبوية شنو هي وبمن مختص. الكيمياء الأبوية يقول هي إحدى فروع علم الكيمياء. بمن تختص هذه؟ يقول تختص بدراسة المركبات التي يدخل الكربون فيها كعنصر أساسي، يعني تختص بدراسة مركبات الكربون. طبعا اللي هي الهيدروجين وعناصر اخرى مثل الاكسجين بنسب معينه، بس اهم شيء الكربون، يعني اي مركب عضوي لازم يكون حامل معي من على عنصر الكربون. اهميه المركبات العضويه، طبعا هذا السؤال متكرر عندك بالوزاره اكثر من مره. شنو اهميه المركبات العضويه عندنا؟ اول نقطه يقول كل اصناف المواد الغذائيه هذه ناكلها سواء بروتينات، كربوهيدرات، زيوت، شحوم نباتية أو الحيوانية كلها عبارة عن مواد عضوية. النقطة الثانية يقول المنتوجات الطبيعية والصناعية هذه نستخدمها قطن، صوف، الحليب بنوعه طبعا صناعي وطبيعي، والورق والبلاستيك هي عبارة عن مواد عضوية. بعد يقول أصناف الوقود اللي هو النفط والغاز الطبيعي والخشب وغيرها. آخر نقطة يقول العقاقير الطبية والفيتامينات والهرمونات والإنزيمات. بس طالب يقول استاذ انا يعني شلون احفظها؟ اشتبهت بالامتحان بيني وبين ماده ثانيه، انت هسه تبي تروح للامتحان، ايش تحتاج؟ تقعد الصبح لازم تاكل، فهذه المواد الغذائيه كل اصناف المواد الغذائيه عباره عن شنو؟ مركبات عضويه، بعدين تلبس حتى تروح للامتحان، هذه المنتوجات الطبيعيه الصوف والقطن اللي نلبسها، بعد حتى تروح للامتحان ايش تحتاج؟ تحتاج وقود لوسيله نقل. فهي اصناف الوقود النفط والغاز الطبيعي وغيرها هذه مواد عضويه. اخر شيء اذا كنت مسخن او شيء تروح للامتحان فانت ايش عندك؟ العقاقير الطبيه اللي هنا. هذه بالنسبه لاهميه المركبات العضويه. احنا قلنا المركبات العضويه جميعها حول عليها من؟ على الكربون. بس انا شلون اتاكد موجود بها كربون او كيف اثبت للواحد انه هذه المركبات العضويه ايش بيها تحتوي على كربون؟ عندنا تجربة بسيطة جدا. طبعا هو اكو تجربة كيمياء مع الورق او السكر، انا اختاريت لكم هذه التجربة. يقول عندنا حرق كمية من السكر اللي هو مادة عضوية طبعا في انبوبة اختبار، ايش راح نلاحظ؟ يقول نلاحظ تخلف مادة سوداء. شنو هذه المادة السوداء؟ هي الكربون، احنا نسميها الفحم. هذا يدل على وجود الكربون في تركيب السكر. اي واحد من عندكم يقدر يسويها بالبيت، ياخذ كمية من السكر يخليها على طباق على صوبه، راح تشوف تتخلف مادة سوداء اللي هي فحم، دلالة على وجود الكربون. عندنا السؤال يقول كيف يتم الكشف عن وجود CO2 أو غاز CO2؟ طبعا هذه التجربة نفسها اللي أخذناها وين؟ أخذناها بالفصل الثاني. مال الكالسيوم تحكيم المحلول الصعب. جوابها يقول بإمرار غاز CO2 على محلول هيدروكسيد الكالسيوم. شنو هيدروكسيد الكالسيوم ذا ذكره؟ ماء الجير او ماء الكلس الصافي. ايش راح نلاحظ؟ نلاحظ تعكر المحلول الرائع. ليش؟ بسبب تكون عاصف ابيض من كربونات الكالسيوم. هذه شرحناها وين؟ بالفصل الثاني. هاي المعادله شلون تنكتب؟ علمناكم شلون نكتب المعادلات الكيميائيه. يقول لك هيدروكسيد الكالسيوم يعني ايش عندك؟ كالسيوم زائد شنو؟ هيدروكسي. كالسيوم موجب 2، الهيدروكسي سالب 1. فبالمقص شلون تنكتب صيغته؟ راح يجي هنا 1 بدون اشاره، وهذا هنا 2، راح تصير الصيغه سي اي، بما ان هذا مجموع ادويه لان نخليها بين قوسين او اتش 2 سي اتش 1 او اتش 2 نكمل زائد CO2. هو جاي لنا غاز ثاني اكسيد الكربون طبيعي CO2. ايش راح يعطي؟ كربونات الكالسيوم اللي هو غازك، الكربونات اللي متفقين عليها صيغتها CO3 بالفصول الاولى، تكسبها سالب 2 والكالسيوم موجب 2، فما عندك فيها اشكال. بالمقص راح يبقى عندك هذا CO2 ماشي؟ اخذ وحده من ذني صار عندك CO3. السي اي هذا ايش بقى عندك؟ بقى عندك H2O وحده. H2O. نجي الى موضوع صفات المركبات العضويه، شنو صفات هذه المركبات العضويه؟ اول نقطه يقول كل المركبات تحتوي لك على شنو؟ على الكربون، احنا اتفقنا اي مركب عضوي لا
لازم موجود به كربون. بعد يقول هي قابلة للاحتراق أو التحلل بالتسليم، يعني تتحلل بالتسليم أو تحتمل أي تتفحم. اثنين يقول غالبا ما ترتبط الذرات في المركبات العضوية بأواصر تسامية تجعلها تتفاعل ببطء. مرات يسألك يقول لك ليش المركبات العضوية تفاعلاتها تكون بطيئة؟ ليش؟ نقول له لأن الذرات فيها ترتبط بأواصر تسامية. النقطة الثالثة يقول الكثير من المركبات العضوية لا تدوب في الماء، لكن وين تدوب؟ في المذيبات العضوية مثل أشياء المذيبات الكحول، الأيثر، الأسيتون ورباعي كلوريد الكربون. هذا بالنسبة إلى صفات المركبات العضوية. هسه راح نجي إلى الأواصر اللي تربط بين المركبات العضوية وشلون أميز بين المركبات العضوية. قبل أن نبدي بالشرح الأواصر لازم نعرف الترتيب الإلكتروني للكربون اللي هو C، العدد الذري إذا جيت 6. حسب الترتيب الإلكتروني الغلاف الأول 1s 2، الغلاف الثاني 2s 2، بقى عندك 2 اللي هي بال 2b 2. 1s ما له علاقة بيه، نجي للغلاف الأخير اللي هو الغلاف الثاني، ايش يحتوي له؟ 2 ب 2 يعني ايش قد؟ 4 إلكترونات. إذا الكربون ايش فيها؟ رباعي التكافؤ، يعني هاي عندك درجة كربون تكافؤها رباعي، إذا ترتبط من أربع جهات، يقول لك تحتوي درجة الكربون على أربعة إلكترونات في غلافك الخارجي، لذلك تميل لتكوين شنو؟ أربع أواصر تسامية. هذه درجة الكربون تكون أربعة أواصر بالشكل التالي. يعني الكربون دائما تلقاه بحالة الأواصر شنو؟ أربعة أواصر محيطة بها، كل درجة كربون محيطة بها راح تكون محاطة بأربعة أواصر كيميائية. نجي عندك مجموعة ملاحظات تخلي لك إياها هذه، يقول لك المركبات العضوية جزيئاتها غير عضوية ترتبط بأواصر تسامية، حكيناها قبل شوي. وين تدوب المركبات العضوية؟ ما تدوب عندك بالمي، تدوب في المذيبات الغير قطبية مثل ايش؟ مثل الكحول والبنزين. بينما لا تدوب في الماء، هذه حكيناها قبل شوي. ليش ما تدوب بالمي؟ لان عند فرق بالكهرباء سلبيه جدا عالي بين ذره الاكسجين وذره الهيدروجين. عندنا هنا مصطلح راح نسمع مصطلح الهيدروكربونات، وشنو هذه الهيدروكربونات؟ الجواب يقول هي المركبات اللي تحتوي لك على عنصر الكربون والهيدروجين فقط، يعني المركبات الكيميائيه اللي يشوف بها فقط اكسجين وهيدروجين تقول عنها؟ نقول عنها بالهيدروكربونات. النقطة الثالثة يقول قد ترتبط ذرات الكربون مع بعضها بأواصر تسامية مفردة أو مزدوجة اللي هي مشبهة. هذه الهيدروكربونات إخوان تنقسم إلى عدة أقسام. يقول لك يا بالقسم الأول راح نشرح لكم إياه بعد شوية، تتكون من أواصر تسامية مفردة، يعني بالشكل التالي. هذه شو يسموها؟ يسموها الكانات أو الألكانات. بعد عندي نوع ثاني من عندها، طبعاً هذه الأواصر المفردة هنا قدامك. يقول عندي أواصر تسامية بس شبيهة غير مشبعة، هذه يعني أما تكون ثنائية أو ثلاثية. الثنائية بحالة الألكينات، إذا كانت ثنائية نسميها ألكينات. ليش؟ لأن مفردة عندك ألكانات، إذا مزدوجة ألكينات، إذا ثلاثية أستيرينات أو ألكينات. نفس ما قلنا الكربون ايش قد تكافئ؟ رباعي، يعني بحالة الأواصر المفردة هنا ايش قد مرتبط؟ بأربع أواصر تسامية. من تروح للمزدوج نفس الشيء راح يبقى، هاي ذرة كربون وهذه كربون، ايش قد موجود عندك؟ عصرة مزدوجة، يعني اثنين مرتبطة من جهتين. وهذه عندك هنا عصرة مع الهيدروجين وهنا عصرة ثانية. لو تحسب هاي واحد هي راح تشوف مرتبطة بأربعة، وهذه أيضا تكون محاطة بأربعة أواصر. اجي امثل لك اياها، هسه احنا ما ممكن هذا هيدروكربون مشبع، ليش؟ لان اواصر مفرده محاط مرتبط من اربع جهات، لو كان عندي عصره مزدوجه هذه كربون مع كربون عندك عصره مزدوجه، هذه العصره المزدوجه اللي متابعه؟ اثنين دفتين الكربون. بعد يمه ما راح ترتبط، هاي راح ترتبط بايش؟ القصار عندك ثلاث، ومن هنا ترتبط ايضا سواء بالهيدروجين او غيره. ايش قد هسه انحطت؟
هنا عندنا 2 مرتبطة وهنا 3 وهنا 4، يصير اخلي بعد؟ لا، ليش؟ لان التكافؤ مباعد. نجي هاي علاقة الكربون الاخرى، ايضا مرتبطة باثنين، استكتاف فقط ارتباطي. تجي تحسب ايضا هنا مرتبطة باثنين، هنا واحدة 3 وهنا واحدة 4. هاي بالنسبة لمن؟ للالكينات اللي هي شنو؟ الاصغر تكون مزدوجة. اما الالكاينات او الاسيمينات راح تظهر عندك الاصغر الثلاثية. شنو هاي الاصغر الثلاثية؟ ايضا بين ذرتين من الكربون. اصغر ثلاثية، احنا قلنا الكربون البيت تكافئ وواحد، هاي مرتبطة بثلاثة، عشان قد تحتاج بعد؟ تحتاج فقط ارتباط واحد، سواء بالهيدروجين او غيره. هذه نفس الشيء ايضا مرتبطة بثلاثة، ايش قد تحتاج؟ يصير اخلي بعد ارتباط هنا ثاني، ما يصير، ليش؟ لانه متكافئ رباعي، فهذه اربعة مرتبطة باربعة، هذه واحد وقلنا ثلاثة، وهذه نفس الشيء. هنا عندك نفس الحالة، مرتبطة باثنين مع العصر المزدوجة. إذا مفردة يكون بالشكل التالي. طبعا هذا نموذج، عفوا نموذج للالكانات. هذا نموذج للالكينات اللي هي تحتوي على عصر مزدوجة. وهذا نموذج لمن؟ للعصر الثلاثية اللي نسميها الالكينات أو الاسترينات. هاي أسئلة مهمة والأمثلة بيجيك من عدة الامتحان. شو يقول لك؟ يقول لك أريد مركب عضوي بعاصمة تساهمية مفردة، اللي احنا حكيناها قبل شوي، شنو مفردة؟ هي الالكانات. قال لك سلسلة متفرعة مستمرة، هسه راح أوضح لكم إياها. مرة يقول لك أريد مركب بعاصمة تساهمية مزدوجة. حكيناها قبل شوي. ثلاثية. هذا شنو؟ هذا شنو الحلقية؟ طبعا بالبداية. الثالث متوسط بعطيكم لكم جزء بسيط من الأدوية فقط المشهور، فلا توسع نفسك وين موجودة عندك بالخامس وبالرابع وبالسادس الأدوية. هنا أريد من عندك بس تعرف أسامي بعض مركبات الكربون اللي هي هيدروكربون. راح آخذ لك فقط ست مركبات ونقيسها على اليمن بحالة الألكان حتى تعرف هذا من منين إجا. هو كأسئلة ما راح يجيب لك خارج هذين. بس دايما تحفظون هم وطالع فهمين، بس اللي يبي يحفظون خليه يحفظ، بس انا طلاب معودهم انه لازم نفهمهم فهم. تسمية المركبات الأضوية أو الهيدروكربونات تعتمد على من؟ على عدد ذرات الكربون. يعني عدد ذرات الكربون هي اللي تحدد لك اسم المركب أو نوعه. فإذا كانت عندك مثلا ذرات الكربون عددها ايش قد؟ عددها مثلا واحد. شنو واحد؟ يعني ذرة كربون واحدة عندك، المركب ايش راح يكون اسمه؟ يكون اسمه ميثان. شلون يتكون هذا المركب؟ احنا قلنا عن ايش قد؟ ذرة كربون واحدة، يعني بي سي واحد فقط اللي هي هذا. هذه عندك ذرة كربون. شلون راح يكون بها الارتباط؟ احنا قلنا الكربون لازم تشكل ارتباطه رباعي لان تكافئه رباعي فبالشكل التالي يرتبط من اربع جهات سواء بالاش او غيره ماشي. عدد ذرات الكربون اذا كان عندك من مركب ذره كربون واحد ايش راح يكون اسمه؟ ميثان. هاي حاله الالكان. زين اذا بالالكين اصلا مزدوجه مجرد تحفظ الان تسويها ين، يعني راح يصير عندك ميثين. بس احنا بالميثان ما يجي عندك الكين ولا استين. ليش؟ لان هو ذره كربون واحده، لا يصير مزدوجه ولا يصير ثلاثي. هسه نجي اذا كان عندك ذرتين من الكربون شلون راح تكون الصيغه؟ شنو اسمه؟ بحاله الالكان جايتي طبعا راح يكون اسمه ايثان. هذا شلون يعتبر؟ عندك ذرتين من الكربون اكتب هاي ذره كربون وهذه ذره كربون ماشي؟ كل وحده لازم جد لازم يكون بها أربعة، هاي كم مرتبطة؟ أبواب نخليها 2 3 4 ارتباطها راح يكون بالشكل التالي. هذا أيضا مرتبطة من جهة واحدة 1 طبعا 3 4 نشبهها بمن؟ بالهيدروجين. يعني هذا راح يكون عندنا هذا بالشكل التالي، هذه وحدة اتش 2 3 4 5 6
هسه بنتي هاي سموها صيغه تركيبيه يا اخوان، فهموا بين الصيغه الكيميائيه والصيغه التركيبيه. هاي التركيبيه انا جاي ارسم شنو؟ تركيب مالته. من خلال الصيغه التركيبيه اقدر اكتب صيغته الكيميائيه لو لا؟ اي. ايش قال عندي سياني؟ اثنين. اكتبها هنا سي 2. الاتش ايش قد؟ نجي نحسبها 1 2 3 4 5 6. ماشي اخوان؟ فاذا كان عندك عدد ذرات الكربون 2 ايش راح يكون اسم المركب؟ ايثان. شلون نكتبه بالبدايه؟ ذرات السي وبعدين نتوزع عليهن الاتش. نتخلص راح تقدر تكتب صيغته الكيميائيه، اذا عرفت تكتب صيغته التركيبيه. اذا كان عندك ثلاثه ايش راح يكون اسم المركب عندك؟ راح يكون اسمه بروبان. طبعا جاي نكتب حالة مينو؟ بحالة الألكان، يعني إذا تريد ألكين راح يصير بروبين، تريد أستيلين راح يكون بروباين، لا ألكاين. البروباين قلنا كم درجة كربون موجودة؟ ثلاثة، نجي نكتبهم ثلاثة. هذه واحدة، هذه اثنين، هذه ثلاثة. كل واحدة لازم ترتبط بأربعة أواصر. هذه شكلها مرتبطة؟ واحدة نخليها اثنين ثلاثة أربعة. هذه ايش قد؟ مرتبطة من هنا ومن هناك، إذا ايش قد عايزة؟ 100 3 4. هذه ايش قد؟ مرتبطة من جهة واحدة، إذا 1 2 3 4. وزع عليها ذرات الإتش حتى تقدر تكتب صيغته كيميائية. شلون يتوزع؟ بالشكل التالي. نجي نحسب، ابدا اكتب صيغه الكيميائيه، يعني هذا سي 3، سي 3، نجي نكتبها هنا 3 سي، هاي الصيغه الكيميائيه. هذه شنو اسمها؟ اسمها صيغه تركيبيه، الاتش ايش قد؟ 3 3 6 7 8، اذا الاتش 8. واضح اخوان؟ اذا كان عندك اربع ذرات كربون، شلون راح يكون التركيب؟ راح يكون اسم المركب بيوتان. اعيد بحالة الالكان جاي اخذهن. شنو الالكان؟ يعني الاواصر كلها جاي اشوف من نوع مضرب. هاي بعد ذرات كربون، 1 2 3 4. كل وحدة لازم ايش قد؟ ترتبط من اربع جهات، هذه 1 2 3 4. هذه 1 2 لان مرتبطه من جهتين، هذه من جهتين مرتبطه اذا 1 2. هذه من جهه واحده خليها من اربع جهات، وايضا نوزع عليها شنو؟ ذرات الهيدروجين. ليش نوزع هيدروجين؟ لان جاي نحكي هيدروكربونات، قلنا شنو الهيدروكربونات؟ مركبات متكونه بس من الكربون والهيدروجين، ما بها عنصر اخر. سي 4 نكتبها صيغة كيميائية سي 4. الاتش ايش قد؟ 1 2 3 4 هنا 4 8 9 10. اتش 10. زين متى عندي خمسة؟ راح يكون اسمه من تان. كلها بحالة الالكان، إذا عندك مزدوجة يصير بنتين، إذا عندك ثلاثية يصير بنتاين. شلون نكتبها هذه؟ أيضا نكتب البداية سي، عندك خمسة سي، هذه 1 2 3 4 5. هذا مرتبطة من جهة واحدة، نخليها ثلاثة صار أربعة، هاي من جهتين وخلي اثنين، من جهتين وخلي اثنين، أيضا من جهتين وخلي هاي من جهة واحدة نخلي ثلاثة. نوزع عليها ذرات الهيدروجين لأن قلنا هاي مركبات هيدروكربونية. اس اس هسه اجي اكتب الصيغة الكيميائية، كتب الصيغة التركيبية للبنتان، اريد صيغته الكيميائية. اجي احسب كم سي عندي بالبنتان؟
شوف موضوع بنتان اذا عنده 5 اس سي، احنا هاي قلنا حسب عدد ذرات الكربون سميناها، اذا واحد ميثان، اثنين ايثان، ثلاثه بروبان، اربعه بيوتان، خمسه بنتان، يعني يصير عندك ايش قد؟ خمس اضعاف. الاتش ايش قد راح يصير عندك؟ تجي تحسبهم، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وهنا خمسه 10، 11 12. اخر شيء راح اخذ لك الهكسان اللي هو 6 ذرات كربون، ليش خليت اخر شيء؟ لان ذلك الامثله اخر شيء يعطيك شنو؟ الهكسان، فما تحتاج اكثر من الهكسان، توصل لحد الهكسان. عندنا مركبات الهكسان كربونيه اكثر؟ طبعا موجوده اكثر بس ما تحتاجها، وين راح تاخذها؟ بالمراحل الجايه سواء الرابع او الخامس او حتى السادس. عندك عدد ذرات كربون 6، ايش راح نسمي المركب اللي 6؟ راح يسموه هكسان. شنو هذا الهكسان؟ هي 6 ذرات من الكربون، شلون نرسمها؟ بالشكل التالي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كل وحدة لازم ترتبط من أربعة جهات، ليش؟ قلنا تكافأ رباعي. هاي هنا ثلاثة هاي مرتبطة من جهتين. من جهتين ثلاثة أربعة، من جهتين واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا نفس العملية. نوزع ذرات هذا الوجه عليها. ابدا اكتب سي تركيبي يعني بما انه هكسان ايش قد عنده في السي يعني؟ يعني سي 6. الاتش ايش قد؟ 1 2 3 4 5 6 ب 6 12 13 14 اتش 14 اخوان هذا ايش استفاد من عندهم؟ هذني اسماء للمركبات العضويه اللي هي دنيشة، قلنا شلون نكتبهن؟ بالاعتماد على يمن؟ على دني. كتبت لكم اياها بحاله شنو؟ بحاله الالكان. فقط الكانات. الالكين والالكان يجي عندك من وراء الميثان، لان الميثان عباره عن سي وحده ما تصير لا مزدوجه ولا ثلاثي. يعني هذا هنا اذا موجود عندك عاصمه مزدوجه. مثلا حاله الايثان لو كانت عاصمة مزدوجة شو راح اكتبه؟ بعد ما يصير اخلي لها قد هاي دوجة. ليش؟ لان هذا مرتبطة من جهتين فراح اخلي لها قد اتش فقط اثنين، واحد اثنين، ولين اثنين اربعة، هاي بالشكل التالي واحد اثنين، واضحة؟ اذا كان عندي حالة الالكاري، الالكاري من حالة الالكين استبدل الان بالمقطع ين. بس عندنا استثناء وين بالايثان؟ ما عندي مركب اسمه ايثين بالالكين، يسموه بالاثينين. اللي هو هذا نعطيكم اياه هنا. من يصير بالعاصمه الثلاثيه قلنا ايش راح يصير؟ راح يصير بالشكل التالي سي سي اتش وحده اتش وحده، يعني ارتباط واحد فقط. ليش؟ لان هذه ثلاثه تحتاج فقط واحد، وهذا ايضا هاي ثلاثه مشتركه لا السي ولا السي. اذا كان بين ذرتين ما راح اقول ايثاين، هي صح ايثاين بس الاصح استنين، سواء ايثاين او استنين بكير. بس بحاله الروبان المصاعده لا، بحاله الالكين يصير روبين الى استنين روباين. شلون نعرف هذا الكين لو استنين؟ كلهم يكون العاصمه ثلاثيه؟ لا، فقط واحده من عندهم تكون مزدوجه نسميه الكين، واحده من عندهم تكون ثلاثيه شو نسميه؟ الكاين، وهكذا. هاي اول شغله بقول لكم عليها. الشغله الثانيه هذا اللي اخذناهم كل اللي تلاحظه سلسله. طبعا بعد يعني بعد ذرات الكربون الى ثلاثه الاول واثنين ما لنا علاقه بهم، من ثلاثه وصاعدا راح تشوف عندك سلاسل. هاي السلسله جايه تقول السلاسل عندي نوعين، مره تكون سلاسل مستمره. شوف ماخذ لك مثال عليه هنا، سلسله مستمره. شنو هذه السلسله المستمره؟ اللي شرحتها اني هناك قبل شويه، ما يكون فيها تفرع، السي ونستمر. عندي نوع لا، سلاسل متفرعه. شخص بها للسلاسل المتفرعه. مثلا هنا قلنا اكتب لي الايزوبيوتان،
ايزوبيوتان او سلسله متفرعه. اجي اقول عن البيوتان يعني كم درجه كربون موجوده عندي حسب الجدول اللي سويت لك اياه. البيوتان يعني عندك اربع اسم. اكتب هذه اربع اسم، واحد اثنين ثلاثه اربعه. هاي بحاله شنو؟ بحاله السلسله المستمره. هو شنو يريد؟ سلسله متفرعه او ايزو. شنو الايزو؟ يعني بها تفرع من المنتصف. فراح امسح واحدة من هذه اخليها وين؟ تفرع هنا. ماشي؟ كل العمليه اني قريت واحدة سي وين؟ صارت تفرع، صار عندك ايزو بيوتان. طبعا نحافظ على المني الرباعي، يعني لازم كل واحدة مرتبطه من اربع جهات. فهذا ايش راح يكون بها؟ مرتبطه من ثلاث. هذه ايش مرتبطه هنا؟ عندك واحدة اثنين ثلاثه بس منها من ارتباطها. ماشي؟ هذه مرتبطه من جهه واحده راح ترتبط هنا وهنا. هذه مرتبطه من جهه واحده راح يكون بشكل تالي ارتباط. وتوزع عليها ذرات الهيدروجين. شوف نفس التركيب هذا. تكتب بالبدايه ايش قال على ذرات الكربون بيوتان؟ يعني عندك اربع كربون. ما طول ايزو او يقول لك سلسله متفرعه يعني عندك تفرع من المنتصف، فتملى وحده من السي تجيبها وين؟ تفرع، وتملى عليها الاش مثل ما وين ما تسوي مركب لازم تكافؤ عندك رباعي، ما تقبل لا. هنا يقول لك ابي مركب عضوي بعاصمه مزدوجه، او يقول لك اكتب الصيغه التركيبيه للاثيلين. تكتب الاثيلين شنو؟ جاني ايثان. يعني ايش قد؟ 30 كربون. اثنين يعني عندك عاصمه مزدوجه، تكتب سي عاصمه مزدوجه سي وتوزع عليهم الاتش، لان هذه اثنين هاي ثلاثه اربعه، هذه اثنين هاي ثلاثه اربعه. قال لك اكتب لي صيغه تركيبيه للاستنين. احنا قلنا الاستنين تسميته على شاذ المن على ذرات اثنين. استنين نفسيته الايثاين. ماشي؟ اقول يا ابو هذه سي عاصمه مزدوجه ثلاثيه سي، ليش؟ لانه استنين، نسميه استنين او ايثاين. ثلاثة تحتاج وحدة، هذه الوحدة اتش وهذه الوحدة الاتش، ما عندك فيها مشكلة. صار عندي نوعين، عفوا ثلاثة انواع من الرواسب، مفردة ومزدوجة وثلاثية. بعد شرحت لك السلاسل ما بتكون مستمرة وما بتكون متفرعة. ايش بقى عندي؟ هنا مثلا يقول لك اكتب الصيغه الكيميائيه لكحول الاثيل. كحول الاثيل شنو الكحول؟ الكحول بمجموعه الاو اتش، هذه مجموعه الاو اتش، اي مركب بي او اتش طبعا فيها عباره عن كحول. شلون اكتبه هذا؟ اكتبه بالاعتماد على اليمن على اليقين، يا كحول شنو يريده؟ كحول الهيموجلوبين اكتب 3 سي، هنا أنا جاي يقول لك كحول الاثيل، الاثيل منين جاي؟ جاي من الايثار، ناقصين من عندها ذرات هيدروجين. اجي اكتب ذرتين كربون، هذه وحده هذه هاي بحاله كحول الاثيل. اول شيء ثبت عندك من تسمع عندك كحول ثبت مجموعه الكحول اللي هي شنو هي؟ الاو اتش. كتبت هنا او اتش. هسه انت حليت السؤال. بس ثبتت الاو اتش هاي خلصنا معناتها. بقى شو تسوي؟ تثبت لي الهيدروجين. هاي تنطبق منها واحد ومنها واحد اثنين، ايش قد تحتاج؟ اثنين، هذا واحد وهذا واحد. هذه هنا مرتبطه من جهه واحده، اذا تحتاج ثلاث ارتباطات. اتس اتس اتس. بيش يا اخوان؟ كحول الاثيل. قال لك لا اريد كحول البروبين، كحول البيوتين، كحول البنتين. ايش راح تكتب؟ حسب عدد ذرات الكربون تكتب، مثلا قال لك البروبين تكتب ثلاث ذرات كربون. اخر واحده تخلي لها مجموعه الكحول حتى نخلص من عندها. ماشي؟ البقيه نوزع لهم الاتش. هسه واحد يقول استاذ هذا بالنسبه للصيغه التركيبيه، الصيغه الجزيئيه شلون اكتبها للكحول؟ مثلا قال لك اكتب الصيغه الجزيئيه لكحول الاثيل، لان قلنا الجزيئيه تختلف عن التركيبيه. اجل بحاله مثالنا الاول كم سي عندك انت؟ كحول الاثيل سي 2، اجي اكتب سي 2. الاتش ايش قد؟ 1 2 3 4 5 اتش 5.
ايش بقى عندك من مركب؟ او اس. هسه طالب يسالني يقول استاذ هذا مو لون اتش؟ ما حسبت على لون الخمسه حتى يسوى عندي ست او اتش. نقول له لا، هذا الاو اتش ما متجزئه واحد بجزيئه واحده اللي هي مجموعه الذريه مجموعه الاو اتش، ما يصير مجزئها. هذا الاتش تختلف عن هذا. هنا شلون راح يطلع عندك الكحول مثلا؟ كحول الامروبي او الامروباني ولا السحله، لان الكحول يسمونه مرتب يطول مقطع اول، شلون بالالكان اعطينا ان بالالكين مقطع يانون، هنا الكحول يسمونه بمقطع اول. تاخذوها ان شاء الله بالسنوات الجايه. عندك سي 3 اكتب سي 3. كم اتش عندك؟ 1 2 3 4 5 6 7 اتش 7. شنو؟ او اتش. هذا شنو؟ صيغة كيميائية. هذه شنو صيغة كيميائية؟ الصيغة التركيبية لازم تبين لها طريقة ترتيب الذرات. ايش بقى عندي بعد؟ بعد ما خلصناها كملنا سلاسل المتفرعة، سلاسل المستمرة، عاصرة مفردة ومزدوجة، والكحول شلون ندخل مجموعة الكحول. هسه نجي إلى المركبات الحلقية. هذه الهيدروكربونات مرة تكون بشكل سلاسل متفرعة، ومرة بشكل سلاسل مستمرة، ومرة تكون شنو؟ مركب حلقي. هذا المركب الحلقي شلون اكتبه انا؟ الجواب اهم شيء مفتاحك انت من هو على الذرات الكاربون. مثلا قال لك اكتب لي البروبان الحلقي. طبعا الحلقي يتعدد من البروبان اقل شيء ويصعد بعدين. البروبان احنا قلنا البروبان كم ذره كربون فيه؟ ثلاثة. اجي ارسم ثلاثة كاربون. هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. مجرد ما اوصل بيناتهم صار عندك شنو؟ حلقة او مركب حلقة. بعدين تجي تضيف الدو. العفو الاتش. واضح اخوان؟ بالبداية تكتب لي على الذرات الكاربون. وبعدين توزع عليها الاتش. قال لك بروبان حلقي يعني عندك ثلاثة سي حسب الاسم اللي ينطيك اياه. قال لك اريد بيوتان حلقي، شنو البيوتان؟ البيوتان عبارة عن أربع ذرات كربون، فجأة اكتب لك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ما طول صيغة حلقية اكتبها بالشكل التالي، هسه اجي أوصل بيناتهم. شو راح تكون عندي الحلقة؟ على شكل مستطيل أو مربع. تجي توزع عليها ذرات الاتش. هذه اتش2، هذه اتش2، اتش2، وهذه اتش. واضح اخوان بالاعتماد على اليمن على عدد ذرات الكربون. قال لي لا، اكتب لي صيغة كيميائية علما بنتان حلقة. ايضا اكتب له حلقه خماسيه بنتان، يعني ايش عندك؟ عندك خمسه سي. تجي تكتب من هنا واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمس. احسب لي يعني ايش قد؟ خمس. مجرد ما توصل بيناتهم تكون عندك شكل شنو؟ خماسي. توزع عليهم الاتش مثل ما فعلنا من اتش2 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 والاتش2 والاتش2. اخر شيء عندك الهكسان الحلقي، قلنا اكثر شيء ست ذرات كربون. شنو هكسان؟ يعني مركب حاويلك على كم ذره كربون؟ الجواب ست. تجي هذه وحدة، هذه اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهذه ست. مجرد ما توصل بيناتهم صار عندك شنو؟ هكسان حلقي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. شنو هذا الشكل؟ سداسي أو الهكسان الحلقي حسب عدد ذرات الكربون اقدر اسميه. بروبان سوي ثلاثة، بيوتان أربعة، بنتان خمسة، وهذا الهكسان. أيضا H2
H2 بالشكل التالي. هذا يجي عليه فد 6 درجات عندنا بالوزاري على المركبات الاخريه بالشكل التالي. حسب عدد ذرات الكربون تقدر تكتب سلسله مستمره او متفرعه او بشكل حلقي او حتى مجموعه تحتوي على الكربون. راح نختص بالهيدروكربونات، ندخل على الهيدروكربونات، عرفنا شنو هي الهيدروكربونات؟ هي مركبات تحتوي اليمن على الكربون ويامن والهيدروجين فقط، فيها بس كربون وهيدروجين. أول مثال عليها هو الميثان، شنو الميثان؟ مركب بذرة كربون واحدة CH4. ايش في هذا؟ يقول هو ابسط مركب هيدروكربوني، ليش؟ لان بي سي وحده فقط. يوجد وين؟ بالغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام او ينبع من شقوق المناجم او موجود في تحلل المواد. وجود الميثان ايضا من المواضيع المهمه، وين يوجد؟ حكيناها بالتعريف. بنسبه كبيره وين؟ بالغاز الطبيعي، بعد من شقوق مناجم الفحم، بعد يقول يتكون نتيجة تحلل المواد العضوية اللي بالبرك والمستنقعات الراكدة. هسه راح نجي شلون احضر اني هذا الميثان. تحضير غاز الميثان. طبعا من المواضيع المرشحة وزارة هذه السنة. ليش؟ لأن الكرم عندنا سابق. لازم يجيك تحضير غاز بالنسبة للسنة. سواء الميثان أو الإثنين أو الأستيرين. الميثان منين نحضره؟ يقول يحضر من تسخين خلات الصوديوم تسخينا شديدا مع هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد الكالسيوم في انبوبة اختبار يجمع الغاز في ساحة الماء الى الاسفل. هذا عندك مصدر حراري، ماشي؟ يخلون به شنو؟ هذا عندك انبوبة اختبار، ايش موجود بيها؟ موجود بيها خلات الصوديوم بعد وهيدروكسيد الصوديوم، هذا عندك طبعا ناسك مثبت. هنا عندك انبوبة توصيل. وين توصيل هذا إلى حوض؟ هذا الحوض ايش فيه؟ مي. فمن راح يصير عندك تفاعل؟ ويطلع عندك غاز الميثان، راح يروح انبوبة التوصيل يجمع بإزاحة الماء إلى الأسفل، يعني الغاز وين يصعد؟ إلى الأعلى. أعيدها بشكل سريع، من تسخين خلات الصوديوم، شنو الخلات إخوان؟ الخلات هي هذه المجموعة. CH3CO. هذه المجموعة نسميها خلات. هنا من نحددنا خلات الصوديوم يعني فيها شنو؟ صوديوم. تتفاعل ويا هيدروكسيد الصوديوم، أنا شنو عندي شاري؟ أريد الميثان، راح يطلع عندك الميثان CH4، يعني هاي CH3 ماشي؟ أخذت هذا الإتش. ايش بقى بالمركب؟ طلع عندك ميثان بالتسخين، لازم تعطيها علامة الغاز اخواني يحاسبون عليها. ايش بقى بالمركب؟ بقى 2 NA NA2 زائدة ايش بقى؟ CO NA قلنا 2 C وحدة الأوش قد بقى هنا 2 وهنا وحدة إلى 3 O. معادلة بسيطة وما بيها شيء، بس لا تنسى علامة التسخين وعلامة الغاز بالنسبة للميثان، وهذا جهاز التحضير مالتهم جدا مهم. هنا عندي تعليل يقول يستخدم خليط من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد او هيدروكسيد الكالسيوم، هذه انبوبة الاختبار، من اخذنا خلاط الصوديوم خلينا وياها خليط من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد او هيدروكسيد الكالسيوم. ليش ما خلينا بس هيدروكسيد الصوديوم؟ نقول له جواب لان الخليط يكون اقل تاثيرا على الزجاج، لان احنا عندنا انبوبه الاختبار ايش فيها؟ زجاجيه وعلى درجه انصهار. هذا غاز الميثان ايش فيه؟ له مجموعه من الخواص. اول خاصيه عديم اللون والرائحه، بعد قليل الذوبان وين؟ في الماء. ليش؟ لهالسبب انجمع قلنا بازاحه الماء الى الاسفل وهو يصعد للاعلى. ثلاثة يشتعل بلهب غير داخل، فرق بينه وبين المركبات اللي راح ناخذها بعدين اللي هي الاثيلين والاستيلين. من يحترق ايش راح يعطيك؟ يعطيك CO2 والماء، بخار الماء مع الطاقة، معادلة الاحتراق. هذا عندك الميثان CH4 ماشي؟ شنو احتراق؟ يعني اكسجين اكو بالموضوع. هذه الاوتو. شو راح يعطيك؟ جاي لك CO2 وما اكتب CO2
زائدا H2O زائدا شنو؟ الطاقة. تجي ايش قد داخل عندك سي؟ واحدة. ايش قد خارج؟ واحد. اذا ما عندك مشكلة بيت. ال H ايش قد داخلة؟ CH4 4 ايش قد خارجة؟ 2 فاجي اضربها في 2 صار عندك 2 H2O. نجي للأكسجين هنا ايش قد؟ 2 باعتبار هذه واحدة مضروبة في 2 وهنا 2 4 ايش قد داخلة عندك؟ 2 ايضا اضربها في 2 توازنك عندك المعادلة بالشكل التالي. طبعا لا تنسون كلمة طاقة لأن يحاسبون عليها. هسه راح اجي الى تحقيق قياس الاثينين. بالبداية شنو الاثينين؟ الاثينين هو نفسية الاثينين اللي قلنا منو هذا مركب الالكين اللي ما نقدر نجمع عليه ايثين قلنا استثناء بالتسمية عاصرة مزدوجة نسميه اثينين. منين متكون؟ متكون من ذرتين كربون مرتبطات بعاصرة مزدوجة فيه بواسطة تساهمية مزدوجة وكل واحدة مرتبطة باثنين اش حتى يصير تكافؤها رباعي. هذا بالنسبة لتركيب الاثينين. شلون نحضر هذا الغاز؟ يقول يحضر من تسخين كحول الاثين. كحول الاثين اخذناه قبل شوية شرح صيغته التركيبية مع كمية كافية من حامض الكبريتيك المركز بدرجة حرارة 170. يقوم الحامض الكبريتيك بانتزاع جزيئة الماء من تركيب الكحول كما في المعادلات الآتية. شنو كحول أسيد؟ خذناها قبل شوية صيغة التركيبية. يعني دارتين كربون ايش موجود بها؟ 5 H ووحدة أخذنا صيغتها التركيبية قبل شوية. هذه الصيغة مالتها. فمن ابدا تصيغة الكيمياء يقول C2H5OH اللي هذه الصيغة. هذه تسخينها بوجود من حامض الكبريتيك المركز بها درجة حرارة 170 راح يتفكك اما الى الاثنين اللي انا اريده C2H4 طبعا هذا غاز فلازم نخلي السهم للاعلى. ايش راح من عندك C2H4 ايش فقط وحدة H وهنا OH يعني H2O راح تبقى عندك. اخوان مصدر حراري هذا الدورق يخلوه في كحول الاثين وشنو؟ حامض الكبريتيك المركز. بالتسخين راح يطلع عنده غاز الاثينين يروح انبوبه التوصيل الى الحوض. هذا الحوض ايش فيه؟ بدورق استلام. ايضا يجمع الغاز بازاحه الماء الى الاسفل، يعني ما يصير بالاسفل والغاز يصعد للاعلى فينجم. هذا بالنسبه الى تحليل غاز الاثينين. خواص ايضا لنا مجموعه من الخواص. شوفوا بحالة الميثان قلنا قليل الذوبان في الماء. هم سمعتم هذا يقول عديم اللون ولا يذوب في الماء، هاي بالمقارنه تجيكم. هناك قليل الذوبان، هنا شنو لا يذوب في الماء. بعد يشتعل بلهب داخل مكونا غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء حسب المعادلات التاليه. هذا عندك ازيلين C2H4 زائد تسخين العفو واحتراق يعني اوكسجين. شو راح يعطيك؟ كلهم طبعا ثلاثة الغاز ايش يعطيك؟ ثنائي اكسيد الكربون والماء والطاقة، فهذا CO2 زائد H2O. هسه ايش هذه العواصف؟ بس ايش قد هنا؟ داخلة عندك اثنين، ايش قد خارجة؟ خارجة واحد فقط فنخليها اثنين. اجي للاش ايش قد داخله؟ 4 ايش قد خارجه؟ 2 صار عندك. اجي للاكسجين داخله 2 ايش قد خارجه؟ هنا 2 في 2 4 وهنا عندك 2 في 1 يعني 2 صار عندك 6 ايش قد داخله؟ بس 1 نخليها 3 بتوازنة المعادله. طبعا على التسخين ما ينساها يطلع عندك بالشكل الداخلي. المعادلات جدا مهمه. اخر خاصيه مهمه جدا، هذا يتفاعل مع البروم الاحمر ويزيد لونه. الميثان اللي قبل شويه ما يتفاعل، يعني اذا قلنا كيف تميز بين الميثان والاثينين نقول له بالرقم على شنو؟
مع الغراب الاحمر، ذاك ما يتفاعل، هذا ما يتفاعل ويزيد اللون الاحمر. استعمالاته ماده اوليه في تحضير اللدائن، في انضاج الخضروات والفواكه، بعد في صناعه الكحول. عندك هنا التعليم، احنا بالتجربه قلنا سخناه وياما بوجود حامض كريبيتيك المركز. ليش؟ قلنا لانه يقوم بانتزاع عنصرين الهيدروجين والاكسجين، حامض الكريبيتيك راح يسحب لي هيدروجين واكسجين من تركيب الكحول على شكل شنو؟ على شكل جزيئات ماء، يعني يسحب المي راح يطلع عندك فقط الاثنين. بس نجي الى اخر مركب هو الاستيلين. مركب هيدروكربوني غير مشبع، الكاين، شنو الكاين؟ يعني عاصرة عندك ثلاثية، ماشي؟ شكل التالي. تحضيره منين يحضر؟ نفس الموضوع، يقول يحضر من وضع كاربين الكالسيوم، هذا كاربين وهذا كالسيوم في دورة. هذا دورة، خلوا بي كاربين الكالسيوم. يقول نضيف له مي من خلال انبوب مقمع، هذا انبوب بمقمع، يضيفون له الماء ببطء وبصوره تدريجيه، كابيت كالسيوم يديروا له مي ببطء وبصوره تدريجيه، راح يصير تفاعل كيميائي، يتكون عنده غاز الاستينين، هذا من خلال انبوبه التوصيل راح يجي حوض ايضا موجود في انبوب مقمع، الماء راح يبقى بالاسفل ويجمع غاز الاستينين بالاعلى، المعادله حسب الشكل التالي. CaC2 هذا كاربين الكالسيوم ويا المي راح يكون عندك C2H2 CaOH2 ايضا المعادله لازم نعرف شلون نكتبها هذا كاربين الكالسيوم زائد الH2 خذ لي اياها واحد بالبدايه راح تعطيك C2H2 شنو هذا؟ انا اريد الاستينين زائد C2 راحت ويا من ويا الH2 شو بقى بالمركب؟ بقى CA O H بس هاي CA O H قلت هذا موجب 2 وهذا سالب 1 فما يصير لازم اخلي 2 O H اجي اوازن CA وحده طالعه وحده C2 2 هذا 2 ال H2 O هنا ال H قد عندك 2 وهنا 2 4 اذا لازم اضرب هذه في 2 صار عندك 2 H2 O ايضا نسمع بذاعة الغاز الى الان طلاب هنا راح نكتفي بهذا القدر هذه محاضرتنا المحاضره الاولى من الفصل السادس ان شاء الله بالمحاضرات الجايه نكمل لكم الفصل